العلمانية اللي هي بيقولوها ببساطة دون يعني أكاديمية، فصل الدين عن الدولة. يعني الدين، الكنيسة والجامع ودور العبادة ملهاش دخل بالسياسة ولا الاقتصاد ولا التعليم ولا الجواز ولا الطلاق. قال العلمانية ببساطة يعني في ناس متصورين العلمانية دي حاجة خطيرة، لكن في التاريخ العلمانية وهم بتستخدمه النظم السياسية الرأسمالية عشان توهم الناس زي الديمقراطية، لأن لا يمكن يتحقق فصل الدين عن الدولة، وإن الدين والدولة لا يمكن إلا بيدعموا بعض. أنا دفعت ثمن العلمانية، دفعت ثمن إن أنا أردت فعلا أفصل الآلهة عن السياسة، لكن نقول علمانية إيه؟ وقوانين الدولة مستمدة من الدين، مستمدة من الدين. وربما يكون آخر لقاء لي في العالم ده والله.